من جديد بدي لكم صباح الورد. اليوم معنا وردة من وردات البلد، وردة هيك صغيرة بعمر 10 سنين قدرت انه تثبت نفسها وتثبت جدارتها وتكون فعلا مصدر فخر لاهلها ومصدر فخر لنا. قديش مهم فعلا نحن يكون الاهل هون، انا باكد على دور الاهل بهذا الموضوع، انه فعلا يوجهوا ابنائهم توجه صحيح لحتى ينجحوا ويكون في عندهم مراكز وينجحوا بافكار صحيح، ليست فقط على مستوى البلد اللي الموجودين فيه، ايضا على مستوى العالم. فقديش مهم هاي القصه نادين؟ طبعا يا زانو، نحن كثير بنركز على موضوع فعلا البذره، انك انت تشتغل عليها وفعلا انك تنمي هيدي البذره لحتى هي تصير وتثمر بهيدا التميز والابداع، وخصوصي اذا كان يعني بعمر صغير، يعني 10 سنوات. انك اليوم لما بتسمع ب يعني طفله 10 سنوات هي سفيره للتنميه المستدامه بهيك وقت، فعلا هو بحد ذاته انجاز هذا اللقب. رح نعرف كيف وصلت هيدي الطفله لهيدا اللقب من خلال فعلا هي اللي بتمتلكه من مواهب وابداعات طبعا وتميز وصلها للقب عالمي من قبل منظمه اليونسكو، وهذا الشيء بدنا نتعرفه اليوم مع الطفله المتميزه اللي راح تكون معنا. اكيد، فهي انا هيك بدي اقول لك مرحبا سفيرتنا الغاليه، كيفك شو اخبارك؟ ملك جانودي. نعم. صباح الخير. صباح النور. وطبعا ومعنا كمان والدة الطفلة، بدنا نقول لك صباح الخير. صباح النور، يعطيكي ألف عافية يا رب. الله يعافيكم يا رب. السيدة ندى من زنجي، يسعد صباحك. صباحك يا رب. صباح سوريا الحبيبة. يخلينا ياكي بداية سهلة. هيك انت اليوم سفيرة، تمام صح ولا لا؟ سفيرة التنمية المستدامة، طبعا وهي التكريم صار من قبل اليونسكو، صحيح؟ الحمد لله. بدنا ياكي ترحبي وتصبحي علينا بطريقتك انت كسفيرة، تفضلي. صباح الخير لكم، صباح الخير لسوريا الحبيبة، وصباح الخير للمشاهدين. حلو كتير، برافو. هلا هيك يعني لسه بدك هيك شوي بتصيري مذيعة، مو بس سفيرة بتصيري مذيعة، شو رأيك؟ حلو كتير ملاك، يسعد صباحك، واكيد بدنا نبارك لك اللقب بالبدايه، هو لقب كتير مهم ومسؤوليه، يعني عندك كتير بقى شغل لبعدين، لكن بالبدايه ملك اذا بدنا ناخذ منك هيدا السر، انه انت كيف وصلتي لهون؟ شو اهتميتي؟ شو كان اهتماماتك اللي فعلا خلاكي توصلي لهيدا اللقب انك تكوني سفيره بالتنميه المستدامه؟ اول شيء نظمت الوقت، فانا كنت كتير بحب الرسم وهيك قصص، فالماما كل سنه كانت تسجل لي بنشاطات. شو الانشطه اللي سجلتيها؟ رسم، شطرنج، والقراءه والمطالعه، وكنت كتير حب اقرا القصص، فكانت الماما كل يوم تجيب لي قصص قصيره. حلو. فكنت اقريها، وبحب تلخيص القصص، وانا بنفسي صرت اكتب قصص وارسم رسوماته. حلو كتير، يعني هاي الافكار اجيتك من مجموعه كامله متكامله من الامور. بس هون بدي اسالك استاذه، يعني للمشاهدين حتى يفهموا اكثر، شو التنميه المستدامه؟ شو يعني سفيره التنميه المستدامه؟ وتفاصيل حصولها على هذا اللقب اذا ممكن تحكي لنا، تفضلي. التنميه المستدامه هي بمعنى الحفاظ على الموارد البيئيه وتجديدها قدر الامكان، يعني مثلا مشروع ملاك كان يعنى بتجديد الموارد المستدامه بالنسبه لموضوع الكهرباء، ونحن شايفين الظروف الاقتصاديه اللي عم بتمر فيها سوريا، تمام. كيف نحن ممكن نحافظ على الكهرباء؟ فملك طلعت بفكره عن طريق برمجيه الميكروبيت، هي كانت مسجله طبعا دورات بالجمعيه المعلوماتيه، كانت الاستاذه بدريه التعمري، انا بوجه لها تحيه كبيره، بمركز الفيزياء التطبيقيه. حلو. كنا عم نتلقى تدريبات هناك على برمجيه الميكروبيت. طبعا برمجيه الميكروبيت اول برمجيه بتدخل على سوريا، وبنتلقى التدريب لها، يعني ملك اول طالبه بتشتغل على هي البرمجيه بسوريا. حلو. نفذنا مشروع لحفاظ على الكهرباء، كيف اشتغلت بالبرمجيه على شيء اسمه حساس الاضاءه، حساس الإضاءة الداخلي وحساس الإضاءة الخارجي داخل البيت وخارج البيت، بشكل هذا الحساس بيتلقى تعليمات إنه لما بتكون الإضاءة فرضا تحت 30 هذا الحساس بيشعل وبتقوى إضاءته، لما بتكون فوق 30 هذا الحساس لحاله بدون أي زر بدون أي شيء بيضعف وبيطفي لحاله، فهذا الشيء بحد ذاته بيوفر الكهرباء بشكل كتير كبير. حلو. هذا المشروع قدمته بالإضافة لمشروع التلوث البيئي باستخدام برمجية الواقع المعزز الأسمبلر، وأنا بوجه لست رفاه عجيل يعني تحية كبيرة، هي اللي دربتها لملك على برمجية الواقع المعزز،
ملك اول طالبه بتقدم مشروع بسوريا باستخدام هي البرمجيه. حلو، يعني مشاريع كثير اليوم استاذه ندى. لهيك اذا بدنا نحكي عن نرجع لملك شوي ونحكي كيف اكتشفتوا ملك، هل حضرتك لانك مدربه بالتنميه المستدامه هيدا الشيء ساعدك على اكتشاف ملك وانت والدتها، او ام فقط هي ام وحست بتميز بنتها؟ لا الصراحه انا مدرسه انجليزي من خلال ملك ومجالاتها ونشاطاتها أنا دخلت بمجالات التنمية المستدامة، لكن أنا بالأساس مدرسة إنجليزي. يعني ملك اللي دفعتك التنمية المستدامة وليس العكس. تماما. فأنا طلابي أغلبيتهم دكاترة مهندسين وصيادلة، بيكون عندهم حلقات بحث خصوصي اللي بدهم يسافروا لبرا، عندهم حلقات بحث، عندهم مشاريع تخرج، عندهم مثلا بمجالات التنمية المستدامة بالمجالات الطبية. فأنت من خلال البحث عن المصادر ورحلة التصفح على الانترنت بتشوفي كتير مواضيع علمية كبيرة ورائعة ومتميزة. فأنا ملك كانت تشوفني إنه كيف نبحث عن المصادر، كيف نعمل البحث العلمي، كيف نشكل الأطروحة، كيف ندعمها، فاكتسبت هذا الشيء ونحن طورنا لمجال التنمية المستدامة عن طريق الأنسب أدرية التعمري. يعني هي عطتنا المفاتيح ونحن انطلقنا. حلو كتير. هلأ هون أنت عم تحكي حضرتك ونادين عم تحكي وملك قاعده هيك مبتسمه انه شايف في حاله عم يحكوا عنك، لسه قدامك كثير شغلات وكثير امور. هلا بس بدنا نحكي انت ملك شو اللي خلاكي فعلا تختاري هاي الامور، او شو اللي هيك شو الفكره اللي خطرت على بالك لحتى نفذتي هذا المشروع اللي اخذتي من وراء هذا اللقب؟ ضليت انا عم ابحث عن النت لحتى لقيت هالافكار الحلوه وطبقتهم انا. طيب شو كيف كانت فكره التطبيق؟ خلينا نقول يعني كيف بلشتي؟ اول شيء بحثت لقيت هالأفكار مثلاً. مثل شو أفكار؟ أعطينا هيك فكرة. تأهيل تربة المريخ للزراعة. تأهيل تربة المريخ للزراعة باستخدام برمجية الميكروبات. طب حلو. خلينا نبدأ واحدة واحدة. شو تربة المريخ؟ نحن جبنا تربة وحطينا فيها مضخة مشان توصل المي، وحطينا حديدتين بالتربة مشان يلقط الحديد لأن المعدن ناقل للتيار الكهربائي. حلو. وجبنا قطعة الميكروبات ووصلناها بأسلاك توصيل، وصارت إنه لما بتكون التربة ما إنه ما فيها مي جافة بتحط لها مي، ولما بتكون مبللة مي ما بتحط لها، نتركها برمجة ذاتية. برمجة ذاتية. لهيك سميناها تربة المريخ. طب ليش هذا المسمى؟ يعني بدك تشرحي لي ملك ولا انت تفضلي؟ ملك حضرت مقابله لرائد الفضاء نيادي عن تاهيل تربه القمر والمريخ. نحن عملنا مقابله سابقه مع رائد الفضاء نيادي. فهي تاثرت بالموضوع، فجبنا تربه تحاكي تربه المريخ. حلو. تمام. انه نحن كيف ممكن نجدد الموارد؟ هلا مثلا موارد الارض ليست كافيه لجميع سكان الارض اصبحت. فنحن بقى هلا عم ندور على شيء اكبر من هيك، مثلا تربه المريخ. ودرسنا هذا الموضوع، عملنا ابحاث عليه وشفنا مصادر عليه انه ممكن زراعه التربه حاليا بمواد محدده بمحصولات معينه لقدام ممكن تتطور. فجبنا تربه تحاكي الوضع ونفذنا عليها تجربه، وفعلا التجربه نجحت وتقدمت لبرا. شو الاهداف يعني شو مخرجات هذه التجربه؟ مخرجات هي التجربه انه زراعه تربه المريخ فعلا ومساعده الارض بمحاصيل جديده. يعني بتساعدنا تربة المريخ تماماً. بمحاصيل جديدة تماماً. حلو كتير. تماماً وبتوفر كتير. حلو كتير. يعني توفير. أفكار ممكن تكون هي مجرد ما أنه نحن نشتغل عليها أو طفلي بهذا العمر أنه يكون في عندها هذا الفكر وهذا الحس الإبداعي، فهذا إنجاز كبير. والله أنت يعني ما بعرف لو عشان المريخ أنت ملك، نحن على الأرض لسه ما وصلنا لهذه المشاريع فعلاً. يعني هلأ بس ملك أنا قالت لي العصفورة أنه كتير ما شاء الله عنك عم تتكرمي وتكريمات، وها تحكي لنا بشو تكرمتي؟ هلا تكرمت بالجمعية المعلوماتية، كرمتني رئيسة الجمعية بالمشاريع اللي عم أعملها. شو لسه؟ شو هي المشاريع غير هذا المشروع؟ أنت شو عملتي مشاريع برمجية بما أنه جمعية معلوماتية؟ تلوث البيئي بالميكروبات، وهلا إسا بدنا نعمل على الأردوينو. حلو كتير. انتي بتختاري هالمشاريع، بتجيكي هيك افكار يعني بتطرحيها انتي على بقى مدربينك وعلى وبيساعدوكي فيهم؟
هلا الماما هي اللي بتساعدني شوي. بتساعدك الماما بس، لكن الافكار انت، يعني الافكار هي البرمجيه، انت فورا بيخطر على بالك فكره بتقول لهم انا عندي هيدا الفكره وبدي اشتغل عليها. حلو حلو، بيساعدوك. هلا هون كيف 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 يعني كيف قدمتوا على مسابقه او كيف كانت اليه انه تحديد كمسمى سفيره التنميه؟ هو فعلا السنه الماضيه ملك واخواتها، طبعا الثلاثه مشاركين في قصه، مصطفى اصغر منا بالسنه لملك وعلياء الصغيره، شاركوا باكبر درس عالمي باستخدام البرمجيات. حلو، والحمد لله لقى يعني نجاح بدول العالم كلياتها، وكرمت رئيسه الجمعيه المعلوماتيه، انا بوجه لها تحيه كبيره، للاستاذة مريم فيوط لدعمها وتشجيعها الدائم للمواهب وللاطفال المتميزه. فكان الدرس اللي قدمته عن التلوث البيئي والحلول البيئيه بابسط المقومات، انه نحن كيف ممكن نحل المشاكل البيئيه، مثلا خصوصي مشكله البلاستيك بالمحيطات والبحار. فهي قدمت ريبورت بيعمل على تمييز الأشياء بالمحيطات، يعني مثلا هذا الروبوت باستخدام برمجية، طبعا برمجية الميكروبيت، هذا الروبوت ومدخلين معه برمجية الأردوينو، أردوينو وميكروبيت سوا، هذا الروبوت مثلا بيتعرف فرضا على سمكة، سمكة ما بيشيلها من المحيط أو البحر لأن السمكة من أصل البيئة المائية، لكن كيس بلاستيكي ممكن مثلا تبلعه السلحفات، تختنق، تموت، هذا الشيء بيأثر على السلسلة الغذائية كلياتها بالكامل، بشيله لأنه هو ما من أصل البيئة المائية. فنحن منبرمجه تماما، منبرمجه أنه مثلا الأشياء اللي ما من أصل البيئة المائية هو لحاله بينظفها من البحر والمحيطات. حلو. كذلك عملنا هذا الشيء بالنسبة للشاطئ، يعني انا وملك واخواتي لملك كمان المواد الغريبه اللي على الشاطئ تماما، وخصوصي بيض السلاحف. نحن كان في عنا مشروع عن السلاحف والحفاظ على السلاحف، كان في عنا مؤتمر عالمي على الحفاظ على السلاحف البحريه بالتحديد لاني على وشك الانقراض. فموضوع السلاحف البحريه انه هي بتوضع البيض بالليل وبتتبعها عن طريق ضوء القمر، فالمطاعم اللي على شط البحر بتكون اضاءتها عاليه، فلما تكون الاضاءه العاليه السلاحف بتضيع اماكن البيض اللي لها. فكمان ملك ومصطفى عملوا مشروع انه كيف ممكن الاضاءه مضاعفه وبشكل انه السلاحف ما تضيع عن مواقع البيض اللي لها، بدرس عالمي لقى استحسان كبير الحمد لله رب العالمين السنه الماضيه وتكرموا فيه. برافو. يعني حلو. هيك يعني انا 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 يعني من حكيك ما شاء الله عم حس انه في عنا قدامنا مستقبلا ان شاء الله محاضره بالتنميه المستدامه، وفعلا سفيرتنا يعني راح تكون ان شاء الله يا رب بافكار جديده وامور جديده. وانت اسالك ملك، شو الافكار اللي لسه هيك بتخطر على بالك لقدام بتقولي انه انا بس لسه اكبر شوي بدي بلش تنفيذ بهي الافكار؟ هلا انا اول شيء ببحث على الانترنت لحتى الاقي افكار جديده وتخطر على بالي فكره بتشبهها. يعني بتحاولي تدمجي ما بين الافكار اللي ببالك وما بين الاشياء اللي ممكن تاخذيها على الانترنت. طيب شو هيك الفكره اللي راسمتيها لقدام او سر ما رحت لنا؟ هلا انا على بالي صير طبيبه اسنان مثل دكتوري المميز دكتور عبد الرحمن حورية، بقدم له تحيه كبيره. لانه قبل بيوم كان عندي مقابله، كمان قبل بيوم كسروا اسناني القداميه، فرحت لعنده زبط لي اسناني وعملت المقابله بكل ثقه. حلو كثير. يعني هي بدها تستخدم برمجيه معينه لتجميل الاسنان بافضل طريقه بشكل سريع، مشان اذا حدا صار معه مثله وتعرض مثلا لا سمح الله لحادث لشيء تقدر تزبط له اياهم ويكون ويجلس بكل سرعه. ممكن هون الاستجابه لاي حدث او اي شيء تماماً ممكن يصير بحياتنا، استجابة السريعه. حلو كثير. تماما. يعني ملك انت عم تاخذي مشاريعك من شيء انت بتشوفيه بالحياه، يعني من شيء انت حابه تساعدي فيه الاخرين، او ربما انت من تجربتك. يعني هلا انت حابه تساعدي السلاحف فخطر على بالك يعني هيدا المشروع، فانت قديش بتحبي فعلا انه يطبق مشاريعك؟ اذا بدنا نحكي عن هيدا التطبيق، يعني عم يلاقي الاستحسان مشروعك؟ كيف شو عم يخبروك عنه؟ كيف عم بيساعدوك على انك فعلا توصلي لنهايه مشروعك؟ هلا انا بحثت عن النت وشفت شو مخاطر السلاحف، فحبيت انشر هذا المشروع مشان انه حلو
العالم ما يكب واستوسخ وتتعرض الكائنات الحية والبحرية للانقراض. من هون اجيتك الفكرة؟ هون بدي اسالك استاذه قديش مهم فعلا انه نوعي اطفالنا على هاي القصص اللي هي قصص ليست ثانويه بالاغلب وبالواقع هي قصص كثير مهمه واساسيه طبعاً. ولكن هي خلينا نقول مهمشه او مغيبه عن اطفالنا وعن توعيتهم. قديش مهم نحن فعلا انه نركز عليهم، ممكن هي بتعزز الفكر الابداعي عند الطفل جدا يعني لدرجه انه نحن من يومين مثلا كنا بالبحر وفي طاوله جنبنا بس عم يفصفصوا بزر وكذا. ملك استاءت من الموضوع، قالت لهم معلش اذا بتريدوا بالكيس. يعني انه حتى مثلا البزر على الشاطئ، اكياس النايلون، حتى ملك ورفقاتها واخواتها بيقوموا باعمال تطوعيه بالنسبه لتنظيف الشاطئ، تنظيف المدرسه، تنظيف الحي. انه انا مثلا بفكر انا والاولاد انه اذا كل حدا بيخصص مثلا ساعتين تطوعين ما اكثر بالاسبوع، احنا ممكن عن جد نرتقي بالمجتمع بأعلى مستوى. ساعتين ما بدنا اكثر من هيك. يا ريت تتعمم هيدي التجربه سواء من ملك واخواتها ورفقاتها والجميع، انه فعلا تكون هي عدوى اجتماعيه، كل حدا من مكانه، كل حدا يسعى لتنظيف البيئه او ما يلوث البيئه، اذا ما نظف على الاقل ما يلوث البيئه، يعني ما يرمي ابدا للاوساخ. مثل ما زعلت ملك على الشاطئ، نحن شواطئنا جميله وبلادنا حلوه. ملك انت اذا بدك تعملي هيك شيء مشروع حابه انه يعني هيك انت تبدعي فيه وتنجزي، شو ببالك يعني هلا شيء غير اللي ذكرتيهم، ببالك هيك مشروع؟ في شيء هيك خطر لك وانت من خلال بحثك دراستك؟ هلا القصه بجوز بدها تفكير، ما بدك هيك تقعدي تفكري مخمخة. لحتى ما بين ما خلصتي هاي المشاريع اللي موجوده بين ايديكي، الله يعطيكي الف عافيه. هلا كمان بدي اسالها سؤال كثير مهم، انه شو صلاحيات هاي يعني كلقب؟ لقب حلو ومهم جدا، بس شو صلاحياته؟ شو الاشياء؟ شو المسؤوليه اللي ممكن تقع عليها؟ طبعا مسؤوليه جدا كبيره، لانه هي بدها اول شيء تخضع لدورات اتش ار، تنميه بشريه، يعني مثلا عندها تقطير الخطاب، لغه الجسد، اداره الوقت، مشان بكره لقدام لما بدها تعمل محاضرات بهيدي المواضيع تكون مهيئه بشكل كامل لاقناع الناس اللي قدامها واقناع الجمهور. لما بدها توصلي الفكره انت بدك توصليها بابسط الطرق وبنفس الوقت بطريقه مقنعه وايجابيه. حلو كثير. طب اذا بدنا نحكي عن نظام يعني برنامجها هي كبرنامج سفيره، قد ايه لها هي اخذت اللقب؟ قد ايه لك ملك؟ هلا تقريبا شيء 20 يوم. 20 يوم يعني لقب جديد، لسه ما بلشنا مهامنا، ما بلشنا البرنامج، انت قد اكيد ومسؤوليتك هلا اكبر من طبعا اللي انت فيه هلا. انت شطوره يعني ما بنخاف عليك، قد حالك رح تكوني طبعا قد هيدا المنصب اللي هو فعلا كثير مهم، هو منصب عالمي يعني نيالك بعمر 10 سنين انت سفيره، يعني هذا الشيء كثير مهم لازم تكوني قده ملك. صح؟ صح. وهذا الشيء بتشجعي لرفقاتك، شو بتقولي لرفقاتك اللي حابين هن يعني يبلشوا يكونوا ناجحين مثلك، يكونوا متميزين مثلك، شو بتنصحيهم؟ شو بتعطيهم هلا نصيحه بالختام؟ شجعهم وبعلمهم المعلومات اللي انا اخذها من الانترنت. حلو. واللي انت استنتجتيها والاشياء اللي انت بين ايديك، يعني سفيره بكل ما تعنيه الكلمه سفيره. ملك وانا من غير ما اطول حديثك عملنا بادره بهذا الشيء، تعليم مجاني. حلو حلو. عملنا بادره التعليم المجاني تماما، والحمد لله لقيت استحسان كثير، يعني كثير من الاساتذه والمعلمات والمدرسين والمدرسات استجابوا للموضوع والكل دخل فيه. فتعليم مجاني لهيدي المواضيع بالنسبه للبرمجه تحديدا واللغه وباقي المواد، بس تحديدا البرمجه واللغه صارت اساسيه. ما شاء الله. وخصوصي برامج الذكاء الاصطناعي هلا يعني داخله دخله كبيره، فنحن ان شاء الله بدنا نحاول قدر الامكان نواكب العصر. تماماً. باذن الله. ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. اكيد بدنا نشكركم كثير، بدنا نشكر هيدي المبادرات قبل يعني ما اعمالكم ومشاريعكم، يعني فعلا شيء كثير حلو متميز، شيء مشرف لما نحن بنشوف اطفالنا بهذا التميز والابداع. ملك جانودي يعني هيدي السفيره الحلوه، بنتمنى لك كل التوفيق وتحقيق كل طموحاتك طبعا دراستك بانك تكوني سفيره وبمشاريعك اللي رح تقدميها، وناطرين كل مشروع بدنا نستفيد نحن ان شاء الله. ملك ما هيك بدنا نشتغل على هذا الموضوع باذن الله. ان شاء الله يا رب كل التوفيق. شكرا كثير لك سيده ندى، شكرا لك معنا كمان لليوم، وحضرتك مدربه بالتنميه والاستدامه، ان شاء الله الاستدامه بهيدي المشاريع وبهذا الابداع. شكرا ممكن لك. بس انا اقدم شكر تفضلي باذنك. تفضلي. انا بتشكر المديريه
التربيه في اللاذقيه والمربي الفاضل الاستاذ عمران ابو خليل، بتشكر مركز الفيزياء التطبيقيه الاستاذ باسل سلطان ومدام ريم كنعان لتشجيعهم ودعمهم الدائم. نعم. بتشكر الاستاذه بدريه يعني اللي هي اصل لكل نجاح، استاذه بدريه التعمري استلمت التدريب ودعمت وشجعت كل الطلاب، بوجه لها تحيه جدا كبيره الله يوفقها يا رب. بتشكر مدرستها لملك والمديره والمرشده النفسيه الرائعه لبنى الصباغ اللي قعدت مع ملك بكل مقابله، لكل من ساهم بهذا تماما الانجاز. صحيح. تماما إن شاء الله. والمعلمين ومعلماتها جميعا، ونحن بدنا نوجه لك تحيه على هذا الابداع اللي قدرتي خلينا نقول ترسميه بملك. وملك بدي اقول لك الله يخلي لنا هالضحكه، وان شاء الله يا رب هاي الضحكه بتكون هي مفتاح لنجاحك وترسم لك كثير شغلات حلوه لقدام، شايف فيها ان شاء الله سفيره عالميه باشياء جديده. فالله يوفقكم ويوفقك يا ملك الغاليه، وان شاء الله يا رب امورك هيك بالمستقبل لسه تصيري بالمكان اللي بتتمنيه واكثر، بتستاهلي ان شاء الله. شكرا. لمين بدك توجهي تحيه ملك؟ شكرا ماما وبابا وعائلتي، جده واخواتي وتاتا العائله كلها. حلو كثير. ولكل الاساتذه مشان ما حدا يزعلك، الاساتذه والناس اللي وقفوا جنبك واللي دعموك واللي باركوا لك. طبعا. تمام طبعا.